حلو ذنيك حلو ذنيك والربريكة توتشي هيا عدل الموجة وتشيفو سانتير قص قص. رجعنا لكم من جديد في البرنامج الأسبوعي برنامج الويكاند تايم أوت تهو حتينا والله ما قبلتهاش يا محمد الحق ما بيصيرش ما لقيتهاش انا مش انت ما قبلتهاش انا ما لقيتهاش نعتذر السادة المستمعين راني اول مره في حياتي يعني بعد التجارب الاذاعيه الكبيره نتحط في موقف كيما هكا نلقى روحي نقدم انا مش باش نقولها لاستيوس بوتي نتاع امي محسيني باش نسميها فقره الجمال يوتي بوتي باهي هكا اميمة سافا اليوم مشكورة اميمة حشاني خذات بخاطرنا باش تكون فقرة الجمال اليوم باش تجبد شوية على العنصر الذكوري اللي هما الرجال شنو باش تحكينا اليوم على الرجال باهي يا محمد انا حبيت ناخذ بخاطرك ساعة باش ما نخليكش ماكش فيهم شي هكيك بعد يضحكوا علينا وحظي مي تضحك علينا نفتح قوس مثالش باش نقول للسادة المستمعين ان الفقرة هذه اول مرة ملي بدات الميسيون انا باش نحضرها اي في بيلي ديما مسلسل تحضر فيها انت وحذيمي يعني حتى المحتوى نتاعها والله العظيم ما نعرف عليش فيه والله اللي عندي حتى على ذيك انا باش نسهل عليك لو ماكسيموم وحاجه معناها انت تكون معناها تفهم فيها وتنجم تعاونك زايده مش ما خليكش هيك تخرج بلا افاده نجم تعاون سيمي دريدي زايده سيمي لا حسيتك كتلقى حاجه تتقرع له سيمي سيميلي. ما تنصحوش جمله لا باش نضروا شنو باش تحكي لنا اليوم عن الجمال اليوم اخترت السوجي خاطر حسيتك ياسر هكا اللي هي بشعرك وديما تحكي لنا وحجيم انا بنت غلطه فيا لا ديما تقول لنا حجيمتي مزيان عملت حجيمه مره في حياتي حجمت وذكرته مره برك حجيمي ولد حومتي صديقي جون توجه له بتحيه زاد بالناس فانا حبيت ان حبيت توجه التحيه لجو ولا حبيت اما خلينا نحكي لك على شعرك ولا نحكي لك على البشره جو ما نعرفوش لكن نقدم له تحيه جو زيد ما يسالش حبينا نحكيوا اليوم على كيفاش يا محمد تتلهيوا بشعركم تحافظوا على شعركم كيف تعرف معناها الشعر وكيما تلهيوش به توا من بعد نوصلوا لعمر معين بعد ما تلقى حتى شيء دونك فما حاجات نعملوهم اللي نكونوا غالطين هذوكم نتجنبوهم اللي هي اول حاجه يا محمد كي تشيح شعرك بعد الواحد باش يعمل الشامبوان ولا باش يعمل الدوش نتاعو دونك تحاول تشيح شعر بشويه بشويه النار القويه وتحط سيشوار اي وتقربوا برشا الشعر هذيك يهلك برشا الشعر طيح الشعر هذاك اي طيح الشعر ويشفشفوا هكا ويخليه معناها شعملوا شفشفوا يعني يولي هكا الشعر شيح وتحسوا اون ديغي محروق انا ترفت بحول الله يكون تالف فوالا الشعر يكون تالف فوالا هكا واضحه اوكي باهي حاجه اخرى محمد اللي يغسلوا شعرهم بالماء السخون دونك نقول لكم تجنبوا غسلين الشعر بالماء السخون و دونك باش الزيوت معناها خاطر الشعر السخون يزيل الزيوت من فروه الراس اوكي دونك واحنا راهو الشعر الفروه نتاعنا تخرج زيوت تستفيد بها اكل البصيلات نتاع شعرنا والشعر يولي معناها فيه معناها لا معنى يعني اكثر تقول لك البنات الاكثريه انت تحكي تو على الاون جينيرال مش على العنصر النسائي للذكوري يقول لك اون جينيرال شعري مزيت هذه ديما نقولوها في عاميه التونسيه شعري مزيت معناها شعري مزيت منين تستخرج اك الزيوت ومين تخرج من الفروه نتاع الراس دونك احنا عندنا لي بور كيف عندنا مسامات في وجوهنا عندنا مسامات زاد في الفروه نتاع الراس يعني عندها فوائد هذيك بيان سور فما زيوت عندها فوائد لكن كل حاجه تزيد على حدها تولي الضر دونك لازم شكون يقول لك افرازات هي الشعر راهو يفرز حاجتين كيف الوجه يفرز يا ماء معناها تعرق والا يفرز الزيت فهمتني فما زيت مفيد هذاك كيف حتى تخرجوا البشره هذاك ماذا بينا ديما لي بور نتاعنا دو طون زون طون نحاولوا نخليهم يتنفسوا ما نجوش ديما الفونديشن مش ديما الثلج مثلا اللي يسكر في المسامات نفس الشيء بالنسبه للشعر دونك نحاولوا الشعر ما نغسلوهش بماء معناها سخون برشا خاطر يخلي الشعر جاف مثل الدافي معناها اي يخلي الشعر جاف وهذاك الجفاف هذاك يجي من ازاله الزيوت يعني هي منع الزيوت باش تعاود تخرج من الفروه نتاع الراس فهمتني دونك الحاجه الاخرى اللي هي شائعه برشا 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 اللي هي تجنب استخدام المستحضرات الغنيه بالمواد الكيميائيه كيف الصبغه تو برشا وليد راه فيهم يصبغوا في شعرهم
فما اللي يقول لك البروتيين وفما الديفريزاج اللي يعملوا لي ديفريزاج توا ما عادش لي كلمه هذاك مال راهم دي برودوي شيميك معناتها خلينا نوضحوا من المحبذ انه الناس تبعد عليهم زاد مش ما نقولوش احنا نبعد عليها كومبليتمون من المحبذ من المحبذ لك فما عباد تستحق راه فما عباد تستحق لكن انت لازمك تنظم تعرف البرودوي اللي تعمل فيه ما عندكش معناها مش كيف معناها شاك 3 موان ولا فما عباد راهي عندها هوس والله انا وميمه باش نعارضك في هذه تقولي فما عباد تستحق فما عباد تستحق انا نمن بحاجه اسمها الجمال الرباني يعني باش تقولي تستحق علاش تستحق تستحق معناها شعرك احرش انت يا ربي خلقك هكاك معناها علاش انت تزيد في حاجات وتعمل فما شكون والله فما لقطه وميمه صارت قدامي عروس مشى للحجام نهار عرس ونهار حنت معناها هذا قعدت له في تاريخه ولو كان يسمع فيها تو ينجم حتى يتدخل معناها ومن هنا من شيرة نابل معناها نهار عرسه مشى للحجام يعني كما تعرف انت كل عروس باش يعني ماسك وكذا اكسيتيرا وحجامه باهي وكل عمل له البرودوي هذا ديفريزاج ولا ما نعرفش شنو مستحضرش عملوا يمكن دوزة غالطة ولا كيفاش حاسيلو هذه الكل تفرطت يعني يماجين نهار عرسه تصدر في حنته نورمال تصدر مفرطس من فوق نهار عرسه قعدت له هذيك معناتها هذا نقطة سوداء هذيك برودوي خايب يا محمد راه إجا نقول لك باش ما نظلموش قعدت له فضيحة هو نهار عرسه إي فما دي برودوي باهيين وعباد بروفيسيونيل تخدم لك هذيك مثلا فما دي برودوي البرودوي هذايا يعمل لك ليساج للشعرة خاطر انت شعرك يبدا يستحق والله ساعات فما عباد ماهيش قابله روح يقول لك شعري انا يبدا طويل ما شاء الله ويبدا غزير وكل لكن منظره مش عاجبني شعري شايح باهت تحس هو يحب يبدل اللوك هذاك كيف ما اي حد كيف ما احنا نحبوا نعملوا فيلر ما عرف شنو خليقه ربي انا حتى احنا زاد عنا تدخلات زاد انتم مش مشكل كي يستحق عبد شعره اما يعرف شكون يمشي بيان سور وميسالش راهو اسالوا على البرودوي اللي باش يستعمله لك وريني يقول له باش تخدم لي يعني هو مش عامل عليك مزيان هذا مش برودوي زاد مطيش عنده شهرين معناها محلول تشوف الديلي تشوف البرودوي اسم البرودوي باش تعرف هذا انت دافع فلوسك ما تاخذش قطوس في شكاره معناها ايه دونك حاجه اخرى يا محمد اللي هي الشامبوان والبلزام اللي لازمكم تستعملوهم ولازم يكون مناسبين للشعر نتاعك خاطر الشعر انواع فما الشعر الغزير فما الشعر الكثيف فما الشعر الخشين فما الشعر الزويده فما الشعر زاد الخفيف خلينا نقولوا فما زاد اللي فارغ راسه معناتها ما عندوش برشا شعر فما شعر كل واحد الشعر الخفيف اي فما شعر انواع معناها ابار حتى التالف فما الخفيف وميمه فما الشعر تقاه بين الشعر وشعره فما اسباس يعني تحسك الشعر اكزاكتومون ميم حتى اللي بغوص اللي تمشطوا بهم راهم معني كل واحد والمشط معني اللي يتماشى مع شعره باش نزربوا فيه ساعه شويه باش ما نخليوا الوقت اللي بعدنا دونك زاد لي كاسكيت يا محمد ايه هاك الكاسكيت تبدا مكبوسه برشا على الشعر هذيك تكسر الشعر والكاسكيت المسكره زاده والمسكره اكزاكتو الكاسكيت لازمها من المحبذ انه الرجال اذا تلبس يعني اللي كاسكيت وكل فما كل واحد شنو يحب يعني ونعرفوا عاميه الرجال تو اكثريتها كلها تلبس في اللي كاسكيت لكن حاول تشري الكاسكيتات المحلولين يعني المنقبين من تيديك الشطر بشطر هذاكم وموا الشعره تتنفس يعني ما تسكرش على تجبد زاده ساعات راهو حتى الكاسكيت اللي تبدا مكبوسه برشا يعني تجبد حتى من 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 الفروه نتاع الراس تجبد الشعره دونك تلفاسون طبيعي الشعره لازم تعرف للصلع راهو برشا عباد تصلع من كثره الكاسكيت راهو رد بالك الشعر نتاعنا لازم يتنفس حسيتك طايش في الكلام عليا انا والله انا ننصح فيك بالعكس مش نطايش في الكلام بالعكس ننصح فيك خاطر حسيتك وليت برشا تلبس الكاسكيت دونك رد بالك تبدا الظروف مش شوف والله لا المده الاخرى وميمه خلينا نكونوا واقعيين مش باش نرجع للموضوع صارت عليه برشا يعني وحكيوا فيه بما فيه الكفايه للاونه الاخيره الواحد ما عادش عنده الجول حتى شيء وانت تعرف والناس الكل تعرف وتونس تعرف يعني حتى باش تتزين وباش تلبس وباش تعمل الجير ولا باش تخرج باش تريقل شعرك وتخرج ما عادش عنده الجول حتى شيء معناها لا باش واحد يحسر لحيته ولا يحجم لحيته ولا يريقل شعره بالجير يعني اعطيني نلبس اي حاجه باش ولا بروف انه قداش من حسه تو قاعدين نخدموا احنا قاعدين نلبسوا حتى في النوار معناتها هي ميساج قاعدين نوصلوا فيه خاطر حتى كي حكينا وذكرنا في يعني في الباج اوفيسيال نتاعنا راديو كابا فيم وقع طرح الصفحه الرسميه لاذاعه كابا فيم لمجرد انه جبدنا مواضيع وحكينا علي ما يتسموش خاطر كي باش نعاودوا نسميوهم يزيدوا يضربوا لنا الباج هذه ويزيدوا يسينياليو لنا الفيديوهات
الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، ربي اقوى منهم واقوى من الجميع، والنصر قريب ان شاء الله. تخلي في الموضوع. انا جبت بلازيخ في الغاز، حشمت باش نلبس على الحق معني. ما عندك الحق عليك، قلت لك الواحد ما عندوش الجول حتى شيء. عندك الحق. دونك نكملوا بي حاجه اخرى للاولاد اللي شدوا الكوتشيفال، هذيك ذيل الحصان اللي شد شعره كوتشيفال. هو اسمه كوتشوفال، ذيل الحصان. ميسي شقلهم ذيل الحصان. ما يسمى الشخص هذي شنو يسميه؟ والله ما عندي حتى فكرة. قالها هو معناتها ذكرها كل اللي استدعاوها في إذاعة أخرى أحمد. والله اللي نستحضر حتى لقب. وقال أنا جيتكم اليوم بتصويرة في مريولي متاع حصان. على خاطر كي نمشي في الشارع يقولوا لي الكلمة هذيك إكسيتيرا إكسيتيرا إيبا. انا نحب الحصان، نحب شكل الحصان وقوه الحصان. ما نعرفش لكن القوه الحصان اوكي، لكن راهي الشده هذيك تضر برشا بالشعر، راهي خاطر فيها تنتش الشعر عند الرجال. هذه تحكي عند الرجال حتى نسيره الكوتشوفال تضر. اي تضر، ضرب القدام قدام. حاولوا متى مش ديما اوكي نتاع لوك نتاع مريره اثنين ديما ارخف، خاطرك الشعر هذيك كي اللي تجبد راه مضر، صافي خلي الشعر يتساقط يخليه. المهم حكينا على الكاسكيت وحكينا على الكوتشوفال. البنات المتدينين شنو يعملوا؟ منين تتنفس الشعر؟ والله عندنا يعني احنا برشا وسائل. اجي نقول لك احنا الاكثرين نعوضوا بالفيتامين، راه خاصه احنا مش متعرضين للفيتامين دي. شنو انواع الفيتامين يعني؟ فما حاجات برودوي خاصه تاخذها من الفارماسي واللي ما عندهاش واللي مش في مقدوره مثلا باش تعمل فيتامين؟ اجي نقول لك يا محمد احنا فما دي تريتمون، فما دي زامبول، فما دي زيوت زاد حكينا عليها قبل مع حذامي كان يرجعوا تو يلقاو لي فيديو. فما زيوت معناها تلقاوها موجوده بارتو بيان سور. احنا مش ندورو 24/24 في ديارنا، فعندنا جنينه، عندنا حتى سطح، عندنا بركون، نجموا الشعر معناها يتعرض للفيتامين يعني الشمس. اي نجموا. هي اشعه الشمس من الاساسيات. اساسيات الفيتامين دي. فيتامين دي. واهم حاجه ساعه مش منقولوش الكوتشيفال والكاسكيت، عندنا ما اهم اللي هي راهي الصحه يا محمد. دونك الرياضه، شرب الماء بالكدي بالكدي، معناها نحكي على كميات اقل حاجه نتاع 3 لترات في النهار. أوكي. اللي قليل وين تلقى تو واحد قاعد يشرب في 3 لترات في النهار، لكن بالحق راه مهم 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 جدا برشا. ما تستغفلش على روحك وما تستهزأش عفوا بصحتك. اشرب الماء، ما تقولش لا هاني سافا هاني سافا، خاطر البدن وقت اللي يتيح راه يتيح ضربه واحده، ما تشلقش بروحك. فلذا استحفظ على صحتك والنوم وعيش طبيعي والنوم ونظم وقتك. برافو، اهم حاجه هذه نظم وقتك وعيش حياتك. يعني نظم وقتك ونظم ماكلتك ونظم جوك ونظم نومك ونقص بالستريس، خاطر الستريس هذا يضرب ديريكت الشعر. البوش الشعر، لاحظوا اي عبد يبدا يتعدى بريود خايبه يا شعره ينسل يا وجهه يتعبها بالحبوب. نعرف مخرج عندنا في الاذاعه هكا كان شعره كله من فوق تبارك ديما ريحه الدخان طالعه، حاسين من شعره كل ما يخدم الصباح ديما الدخان طالع من المنام. خيسرة وأكثر حاجات يضربوا الشعر ويضربوا البو. دونك أنا ننصحكم والله بالحق، خاطر يوصلوا راه ساعات فما أولاد يوصلوا 30 35 سنة وقت اللي هكا يبدا نقولوا احنا في طمك ويلقى شعرهم فما مشيرة. كيف سامي تو؟ كيف سامي يا باش هو عامل عملية زرع على محالة، خلينا نقولوا معناها فماش علاش نخبيو على المستمعين. عامل زراعة شعر، ما نعرفش وين عملها في تونس البرة خارج تونس، لكن ما فيش حل يعني. كل واحد حر في اللوك نتاعو. به كملت كملت وان شاء الله نكون فتكم. وهكا انت سبتوا ان شاء الله انا قديت روحي في الفقره هذه. ليه علي عاد انا سهلتك اكثر من هكا، ما عاد عندي ما نعملك محمد. بصراحه انا انبهرت، ما توقعتش روحي باش يعني باش نقدمها الفقره نتاع البوتي. هكا كانت هذه بوتي.